إنه عالم العازبين على ما يبدو، انخفاض ضخم سجلته الصين في معدلات الزواج هذا العام، وصل إلى تسجيل 7.63 مليون زيجة فقط، ليعد المعدل الأدنى منذ عام 86، والسبب الرئيسي جائحة كورونا. التقرير الصادر من منظمة الاستشارات الصينية أفاد بأن زيادة معدلات العزوبية ستعيد تشكيل أنماط الاستهلاك في البلاد، الأمر الذي دفع بالشركات والمستثمرين لاستهداف العزاب باعتبارهم فئة ديموغرافية جديدة للاستهلاك. الهدف هو تحريك عجلة الاقتصاد وإنعاشه بعد أن سجل أداء هو الأسوأ منذ عامين وفقا للمكتب الوطني للإحصاء. مبيعات التجزئة التي تمثل المؤشر الرئيسي لإنفاق الأسر سجلت انخفاضا بنسبة 11% على أساس سنوي الشهر الماضي، لكن المؤشر يرسم صورة غير كاملة للوضع، إذ شكلت مبيعات اليوم السنوي للاحتفال بالعزاب علامة فارقة للشركات الصينية التي حققت مبيعات مليارية. هناك أمثلة عديدة على القطاعات التي دفعت الاقتصاد العالمي بقوة بسبب تأثير استهلاك فئة العزاب عليها. الصين مثلاً باعتبارها الأكبر عالمياً في قطاع التجارة الإلكترونية، يوم العزاب الحدث الأضخم للسوق عبر الإنترنت في العالم، حقق مبيعات قياسية خلال 11 يوماً تجاوزت المليار دولار خلال العام الماضي. أما الولايات المتحدة فيلجأ فيها أغلب العزاب لاقتناء الحيوانات، إذ ينفقون ما يقرب 109 مليار دولار على حيواناتهم الأليفة طبقاً لإحصائيات في عام 2022، أي أكثر ب 41% من سوق الحيوانات الأليفة عالمياً. وطبقاً لإحصائيات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين لعام 2017، فالأمريكيات غير المتزوجات شكلن الحصة الأكبر في شراء المنازل بعد المتزوجين، وهو ما يعادل 18% من قطاع العقارات في البلاد. والآن سألنا الناس في الأردن على ماذا ينفق العزاب أموالهم، نتابع الإجابات. العزاب معروف، يا اما يحوش يا اما مصاريف طلعت شمات هواء، بس يعني الاغلب انه طلعات شمات هواء زي هيك روحات جيات. والله بصرفهم على الطلعات، على السهرات، على السفر مثلا، هذه الشغلات اللي العزاب بده يصرف فيها يعني. بدو يطلعوا طشوا سهر وروحات وجيات وقصص بنات، يعني بتعرف في هيك اكيد راح يكون الشباب. العزاب بيصرف مصاري على الهدايا، على لبسه، على اكله، على شربه، عايش لحاله يعني، مش وراء شيء ولا يعني حاسب حساب لاي شيء. على شمات الهواء، على الاشياء الثانويه مش الاساسيه، عشان هيك ما بيجي اخر شهر اللي معهوش ولا تعريفه. عزاب الايام هاي اذا كان غير منضبط على الوجبات، على السفرات، الخروج للسياحة الخارجية مثل تركيا أو مناطق أخرى. للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو الزميلة سمر الماشطة، صحفية اقتصادية في العربية، وينضم إلينا جو ملحم، مهندس مقتنع بالعزوبية. أهلا يا جو، أهلا يا سمر، نورتونا في صباح العربية. أبدأ معك يا سمر، دائما نناقش الجانب الاقتصادي، نبدأ بمناقشة الجانب الاقتصادي في حالة العزوبية. هناك عدة صناعات تزدهر وتدرس كم هناك حالات طلاق أو حالات عزوف عن الزواج لأنه تستفيد منها. بداية مثل ما قلنا في التقرير، عندنا البتس اندستري أو صناعة أو قطاع الحيوانات الأليفة وكل ما يتعلق بها، اللي وصل إلى 260 مليار دولار هذا العام، ومن المتوقع أن ينمو بمعدلات نمو سريعة خصوصا مع عزوف المزيد من الأشخاص عن الزواج. عندنا صناعة الريدي ميلز أو الوجبات الجاهزة للطبيخ،
وأيضا حتى بالنسبة لصناعات المطابخ، وأيضا هناك قطاع آخر اللي هو التنظيف اللي هي أبس وتطبيقات التنظيف بالساعة، أيضا الآن ترتفع الإقبال عليها وترتفع الشركات في هذا القطاع بسبب عزوف الأشخاص عن الزواج، وبالتالي يعني صارت تتكشف فوائد أكثر للعزبية وللعزوبية على ما يبدو. لا بالنهاية يعني بالنهاية لازم يكون في عندك بارتنر أو جواب نهائي. نص نص. طيب خلينا نشوف الوجه الآخر للعزاب والعزبية، خيار نصيب وليه؟ هلأ أكيد اليوم هي خليط إذا بدك بين اثنين. الخيار أكيد أنا بختار إنه إذا بدي يكون في شريك حياتي بحياتي أو لا. أما النصيب اليوم خفت نسبته بالزمن اللي عم نعيشه اليوم، يعني زمن الكورونا أو غير الكورونا صار الموضوع كتير صعب، والنصيب يعني نسبته خفت. أما الخيار هيدا أنا من عندي بالوقت الحالي إنه يكون أعزب. طيب أنت عايش حالة عزوبية، ما الذي يخشى خصوصاً أنت معظم الشباب في حالة الارتباط؟ شو تخشوا تخسروا إذا ارتبطتوا؟ هلأ بطبعي أنا ما بحب أتقيد، حرية، بحس إنه الارتباط أو الزواج حيقيدك بطريقة معينة باللايف ستايل تبعك اللي أنت شاغلة عليها أو بنيتيها. بخشى إنه يمكن أوصل لمرحلة كون مقيد أو مرتبط بكتير قصص بحياتي ما تخليني أوصل لمطارح معينة. مصاري يعني؟ مصاري ممكن سبب من الأسباب. يعني كم يؤثر الجانب الاقتصادي على قرارك انه لا ممكن اجلها لانه هناك مصاريف تتعلق بالزواج؟ وهل الجيل الان هل نفس الشيء يطالبون مثلا بعرس كبير بمصاريف كثيره؟ اكيد هلا هي قناعه بالنهايه، لما انا بدي فوت شريك حياتي على حياتي بده يكون في معايير كثير. أكيد يعني اليوم المصاريف والمصاري واقتصادياً إذا الواحد اليوم ما كان مرتاح ويأمن لشريك حياته حياة مناسبة أكيد يعني هيدي خطوة مفروض تكون مدروسة. طيب سمر اليوم إذا بدنا نحكي عن صناعات ممكن تأثرت أو تتأثر بقوة من يعني العزوف عن الزواج أو الطلاق مثلاً. بداية خلينا نتكلم عن معدلات الطلاق حالياً بحدود 48% للأسف. هذا الرقم كان 12% في الستينات، كان هواية أقل. الآن كل ما تزيد حالات الطلاق مثل ما قلنا هناك عدة صناعات وعوامل مرتبطة فيها، مثل ما قلنا البتس إندستري الحيوانات الأليفة وكل ما يتعلق بها، أيضا الوجبات الجاهزة للطبخ عندك الآن هي صناعة ب 138 مليار دولار. هذا الرقم سيتضاعف خلال العشر سنوات المقبلة إلى 408 مليارات دولار. اليوم أيضا توصيل الطعام هذا قطاع يزدهر بشكل كبير بسبب أيضا حتى يمكن مش بس العزوبية والطلاق، أيضا بسبب نزول المرأة إلى العمل أكثر في السعودية مثلا. هذا القطاع يزدهر أيضا بسبب نزول المرأة إلى العمل أو في المنطقة هنا. الآن مثلا حتى في سنغافورة اليوم حكت لي صديقتي قصة لما حكت لها عن موضوع الحلقة، قالت لي الآن هي كانت عايشة في سنغافورة، الآن لما تروحي لأنه هناك معدلات عزوبية كبيرة، الآن لما تروح تشتري بيت جديد يسألوك تريده بمطبخ أو بدون مطبخ، لهالدرجة تراجعت عمليات الطبخ في المنزل والتوجه أكثر إلى الأكل الجاهز أو الفود ديليفري. طيب جو سمر سألنا الناس من الكويت على ماذا ينفق العزاب أموالهم، نشوف ونرجع لكم. ما قام أصرف على نفسي حاليا عشان أنا مقبل على الزواج، فيعني تدري لازم أقسم الفلوس على أكثر من مكان، عفش، مشتريات، البيت، كذا، شقة، فيعني الله يعين. يعني عادة على المشتريات، بس هم الحين الواحد شوية بلش يكون عنده وعي إنه ممكن يخلي شوية سيفينج حق مثلا لو يشتهي سفرة فجائية، لو يشتهي يقعد بمكان يغير جو، بس يعني أغلبيتها شهريا معدل على قهاوي، مطاعم، أسوق أو سفر. يعني مثلا بحدود الكويت هنا عندنا بس سينما، الكترونيات، اذا طلعنا شاليه مثلا، ملابس، شويه مطاعم، بس يعني ما في شغل.
والله ما في مطاعم وقهاوي وفرارة بالصناعية بعد وبس والله. غالبا قهاوي، مطاعم، ملابس، الأحيان هذه بادل، ملاعب كرة قدم، بس يعني كذي. والله أصرف فلوسي بالقهاوي، المطاعم، أتشرى المحلات، والباقي حق السفر يعني أكيد. نرجع لجوجو، على ماذا ينفق العزاب أموالهم؟ شو أكثر شيء تنفق فيه أموالك؟ هلا مثل ما ذكرت أنه أنا خالق لايف ستايل لحالي، أكيد بحب كتير سافر، بحب كتير البراند، يعني أنا إذا بديك I have عندي شغل مختلف عن شغلي الأساسي اللي هو ستايلست، فالبراندز كتير بيعني لي الشوبينج، السفر، طلعاتي مع أصحابي، بحب زور مطاعم مختلفة، فأكيد عندي مصاريف كمان، يعني كوني أعزب في مصاريف باهظة. أنا لقيت لك كمان وظيفة، بحب كثير ستايلست كمان، يعني لأنه يو ار ستايلش. ثانك يو سو ماتش سمر. اليوم كمان إذا بدنا نحكي عن كورونا وزيادة حالات الطلاق والاقتصاد، كل هذه الأرقام يعني مع بعض عجينة. صحيح نادين، الكورونا أدت إلى زيادة حالات الطلاق للأسف، خصوصا في الغرب، لأنه الناس يعني قاعدة قضوا وقت أكثر، ما أريد أخوف جونا بس لأنه قضوا أكثر في البيت تحت ظروف ستريسفول، يعني فيها ضغوطات كبيرة، الناس محبوسة، فهذا أدى أيضا إلى ارتفاع حالات الطلاق، وبالتالي أيضا ارتفع اقتناء الحيوانات الأليفة بنحو 32% هذه السنة، أشخاص أكثر جابوا حيوانات أليفة اليوم، يعني ينفقون أيضا معدل إنفاق في أمريكا مثلا $1,200 بالسنة العزبية البتس، ينفق على البتس أو حتى يمنسوهم. وبعدين صارت يعني في دراسة أنه يسألوهم ليش تقتلون البتس، يقولون أنه نحس بشعور الأمومة أو الأبوة أو شيء يعني هاي، وإحنا عندنا صديقة مشتركة تدلل البتس تبعتها كثيرا. أيضا في عندي يعني صديقاتي الآن يشترون المواد الغالية للبتس، يعني يشترون للحيوانات الأليفة للقطط والكلاب، يشترون الأورغانيك، يشترون مثلا حتى كوين إليزابيث، يعني الملكة إليزابيث الآن أطلقت منتج خاص بها اللي هو رائحة للكلاب، لأنه هي معروفة بحبها للكلاب حتى ما يكون في لهم رائحة كريهة. فاليوم هناك منتجات وقطاعات كاملة متخصصة حلو. في الحيوانات الأليفة من كل شيء، من الأدوية، يلبسوا براندات كمان. البارحة أيضا الضيفة اللي كانت هنا في صباح العربية تكلمت معها قبل الهواء، قالت لي أنه هي الآن ستفتح شركة جرومينج أو شركة حلاقة للحيوانات الأليفة اللي تجي عندك على البيت. هذه أيضا ما كانت قبل كورونا، اليوم وجدت في كورونا وازدهرت أكثر هذه الصناعة، اللي أنت يجيك للبيت فان يقص أظافير الكلب، يغسله، يقص شعره، هذه أيضا من الصناعات الجديدة اللي ازدهرت. حلو، شكرا جزيلا، نورتونا. شكرا. العزاب بينفقوا أموالهم على طعام، كافيهات، لبس كتير جدا. أنا عن نفسي كطالب جامعة أنا بصرف فلوسي عامة على كورسات، يسافروا، ممكن يشتروا حاجات عادي، هم عارفين بيشتروا حاجات يعني طالما ما عندهمش مسؤولية، وكذلك البنات ممكن يصرفوا فلوسهم على الأكل. بصراحة الأكل يعني مثلا خروجة واحدة ممكن مثلا 200-300 جنيه، ده أقل حاجة. أنا بحب إن أنا أجي أصرفها مثلا على الجيمز والحاجات اللي زي دي، باجي أشتري مثلا ألعاب، إن أنا أجي أشوف يعني لعبة جديدة وكده. في اللي هو بيمشي مثلا اتجاه كورسات وبيحاول يطور من نفسه. البنات على السكين كير وعلى الأكل وعلى اللبس، والولاد على القهوة واللعب بس كده.